الدعم الاجتماعي المباشر المباشر ومتضامن اي غادي يكلفوا ميزانيه الدوله 35 مليار ديال الدرهم سنه 2024 وهذه الميزانيه غادي تزاد. هذه الانظمه ديال الدعم مهمه جدا وموجهه للاسر في وضعيات هشاشه. التمويل ديال هذه الانظمه جزء كبير منه جاي من الضرائب، جزء كبير منه جاي من الضرائب اللي كيخلصوها المواطنين الحرفيين والتجار وخاصه الشركات، لكن هذه الشركات وخاصة الشركات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة تعاني من منافسة غير شريفة من طرف القطاع الغير ممكن اللي هو الصراحة منظم باش ما يخلصش الواجبات والضرائب ديالو. هذا القطاع كيشغل ما بين 60 و80% ديال الساكنة النشيطة والحجم ديالو كيتراوح ما بين 30 و40% من الناتج الداخلي الخام، وهو مع الأسف كيضيع مداخل ضريبية مهمة على الدولة. هنا كاين إشكالية السيدة الوزيرة، هاد الشركات المنظمة كتخلص الضرائب ديالها وكتساهم في تمويل أنظمة الدعم اللي غادي يستافدوا منهم ربما بعض الأشخاص اللي خدامين في القطاع الغير مهيكل واللي كيتخلصوا في النوار واللي غادي ينافسوا الشركات المنظمة اللي هي كتساهم في هذا الدعم ديال هذا الأنظمة. هذه السيدة الوزيرة إشكالية كبيرة اللي يجب معالجتها بشكل استعجالي. هنا لا أتكلم على النظام على القطاع الغير مهيكل المعاشي لأنه ولا بد منه للناس اللي كيترزقوا قوتهم اليومي، بل أتكلم عن القطاع الغير مهيكل في القطاع المهيكل وغيره. هنا السيدة الوزيرة بغينا نعرفوا شنو هي السياسة ديال الحكومة لاستيعاب القطاع غير مهيكل باش كل شيء يخلص الواجبات ديالو ويساهموا في التنمية.